السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من داينج لايت 2. أشكركم على دعمكم يا أخوان وكومنتاتكم ولايكاتكم في المقاطع الماضية، الحمد لله طلبت منكم نوصل 20 لايك ووصلنا إلى 23 أو 24 لايك، وفي أحد الكومنتات جاني ينبهني على هذا الشيء، وهذا دليل على اهتمامكم وتفاعلكم معي، فكلمة شكر والله ما توفيكم حقكم. أما بخصوص حلقة اليوم يا أخوان، رجعت لكم باللغة العربية الفصحى. الحين راح نمخمخ في اللعبة ونفهم تفاصيلها والقصة كاملة بإذن الله، والله أني متحمس لها بشكل كبير، وكان موضوع اللغة هو الشيء الوحيد اللي مضايقني صراحة في اللعبة، ولكن الحمد لله أني حليت المشكلة هذه، ومثل ما تشوفون يا أخوان رجعت لكم بالترجمة فيها. المهم يا أخوان، كما فرض أبدأ المقدمة من هنا، دقيقة خلنا نقرب رأسي عند المايك. السلام عليكم. طبعا يا اخوان بذكركم باختصار عن الحلقه الماضيه. احنا حاليا عرفنا ان قبل 15 سنه كان هو واخته افترقوا، خذوه عشان يسوون له تجربه مثل ما شفتوا على السرير، واعطوه الجرعه الثالثه من كوفيد 19. المهم افترقوا لهم 15 سنه ما لقوه. بعدين هذا اللي التقينا عليه معاه في الحلقه الماضيه قال له انا عرفت واحد يعرف وين اختك او عنده تفاصيل، فلازم تقابله وبيفيدك معلومات. تواصلنا عبر هذا الراديو نهايه الحلقه الماضيه بعد ما تقاتلنا مع اوسخ زومبي شفته في حياتي، بس كان ممتع وتغلبنا عليه، وجينا هنا تواصلنا عبر الراديو وقالنا تعال بنلتقي الساعة الفلانية والمكان الفلاني. شوف حتى مكتوب هنا عليك مقابلة الوسيط في انفاق المترو، ونقول بسم الله توكلنا على الله. لا تنسوني باللايك يا اخوان والكومنت لاني متحمس على السلسلة واتمنى اني القى دعم فيها صراحة بحيث اننا نستمر. يا سلام يا جرافكس يا اخوان، يا سلام. شوف يعني عالم مفتوح، عالم مفتوح. صح ان تشوفون البوصلة عندي بالاصفر هناك، بس عالم مفتوح يمديك تنزل. ها و يا اخوي بلا فلسفة، انت ترى رجعت لنفس المكان اللي انت فيه. طيب رجعنا مرة ثانية مع الشاب وامش دربك بدون فلسفة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا ادري اني تعبتكم او طفشت بكم موضوع المناظر، بس اقسم بالله يعني الجرافكس مره رهيب. صح ان اهم شيء اللعبه او اسلوب اللعب او القصه في هذه الالعاب، لكن ما يمنع يا اخوي تشوف جرافكس شيء يسر الخاطر. طبعا انتم ما بتشوفون الجوده اللي انا جالس اشوفها الحين، لكن اقسم بالله انه شيء اسطوري يا اخوان. ينطه هنا وين الزبلاين؟ اوكي يا سلام، نقول بسم الله وهوبا. الوين وصلنا؟ ايش المكان الرهيب هذا؟ شوف اعيد واكرر البوصلة تقول لي روح هناك، بس هالمرة بتفلسف برضو. نستكشف المكان يا اخوان. حرام دقيقة في بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسكنهم في مساكنهم. طبعا هذه النباتات اللي اجمعها لازم يا اخوان لازم، لان اصنع منها الهيل والشغلات يعني مهمة. طبعا سويت مقطع انا نصايح، اللي ما شافه يشوفه. من اهم النصايح انك دائما تستخدم الحاسة هذه، ما تنساها كل ما دخلت. الفردوس المفقود، الكتاب الرابع. معقولة ما في شيء هنا إلا كتاب؟ واضح أنها كنيسة. والله يا إخوان ما تتصورون كمية سعادتي وأنا جالس أصور هاللعبة الحين. أقسم بالله أني مستمتع لأبعد الحدود، يعني متحمس لها متحمس لها والله كثير هاللعبة. أوكي كاتب لي على بعد 110 متر تقريبا وصلنا، هذا هو المكان. اتوقع في شخص واقف هناك ولا اكثر يا ولد. زومبي زومبي هذا راح. اوكي ويلكم. ايش اللي ويلكم؟ انجوي يور ستي. السلام عليكم. هلو ات ايدن، كان يو هير مي ناو لاود اند كلير؟ يا اخي لا تجذب. ايش كان اللي يشوف؟ ايش اللي كان يشوف؟ نسيت. There's an entrance, the only one the GRE left when they sealed off the city. I'm coming from the other side. Hurry up. انا ما ودي شكل المكان ملغم. Hurry. عسى ما حد انتبه بس. اوكي جلدناه افتكينا منه. للاسف ما قريت الكلام، بس فهمت انه يقول لي بيجي عليكم مقابلة الوسيط في انفاق. اوكي ما في شيء جديد. السلام عليكم. صباحكم الله بخير. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ايوه عرفت الوضعية اللي تكلمت عليها في المقطع الماضي، اللي يرفع ثوبك ويحط رجلك، هذا اللي بيصير. كويس انهم لسه ليفل 1 هذا الزومبي، يعني يمدينا نتفاهم معاهم. ما ادري ليش احس في لوت رهيب بيكون فوق هناك.
في شيء هنا ما ادري ايش اللي تحت. اوكي اتوقع هذا النفق. السلام عليكم. ابى اطلع فوق. تعرف كيف يطلعون فوق؟ هذا انه ما يعرف. اوكي شوف الصوت يجذبك يقول لك انه في عسل هنا. الله يستر لا ننحشر فوق وسط الزومبي بس. السلام عليكم. وين القطار اللي يروح ل اوكي على بالي بطيح. ما فيش اي حاجه. اوه في ATM دقيقه. $3 هذا كله داخل ATM. باردين والله. الظاهر في النهار يكونون باردين وفي الليل يجيهم النشاط. والله ما اعرف. اتوقع شوف حتى كسران ينزل لي. شوف شايفني بس يتشاور انزل له. والله مشوار يا اخي. ايوه لا 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 منطقة اختباء. اوكي اوكي طلع لك علامة انه ما حد يشوفك. يعني هذا اذا انحشرت ممكن تجي تحت المركبات الكبيرة وكذا. الحين بنتقابل مع الاخ الفاضل هذا نشوف ايش عنده من معلومات. I'm entering the tunnels. Hey, can you hear me? I'll meet you soon. Here I come. اوكي جاي في الطريق. Hey, is anybody there? وينه؟ يقول أنا جاي في الطريق ما أشوف أحد. Oh shit, this doesn't look good. إيه والله doesn't look good. الله يستر من القادم. يعني المكان هذا ما يطمن والله. ربي المكان ما يطمن. لا 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 بديت اسمع اصوات. وش العلة هذا من وين طلع؟ اوه لعبات الدوج الحين. كفو يا الفزعة. اوكي هذا النور يا اخوان اللي موجود في السيف في نهاية الحلقة الأولى اللي كنا نتكلم عليه. Are you alright? Alright. Fuck your bit me. A volatile. Lots of those fuckers in the sewers. Let's get to the light quickly. كثير منهم. Later. على طول تخبر على اخته. ايوه بدينا نفلسع. Just stay strong. Stay strong يا ولد انا ابغى تسوي تخطي بالغلط. Didn't have it on him. Let's go. What? من هذا لا؟ I don't have the key. I swear. يستجوبونه. في احد صاده. في احد صاد خوينا الظاهر. بنساعده مثل ما ساعدنا يمكن. اوكي فلاش لايت. لا تنسى يقول لي كذا لا تنسى. معك فلاش لايت. درب الرحال عثر على وسيط سبايك. طيب مفروض انهم يعذبونه. ادري اني لازم اكون سريع في مثل هذا بس خل سبايك تحمل شوي. ما عليه في مثل هذه الامور يا اخوان تكون في شغلات مهمه. والله ولا اي شيء. هاي يمديني اشوفهم من هنا. الحين بعد ما تعذب اخوينا نروح نشوف اذا باقي حي ولا مات. يمكنك القفز على قضبان وتسلق المعدنيه باستخدامها. امسك
اوكي الظاهر انه يقصد كذا. اوكي انا على بالي هنا باركور وكذا. اوكي مطلقة السباك حبيبي حبيبي شوف قوتها، الضرر 16 والصلابة 40. شوف شكله. اوكي الماسورة هذه نفسها اللي كانت معلقة في راس، بحط لكم صورته هذاك يا خليه في محاكي مقال اللعب. الله 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 خلاص ايوه شكلي بديت اهلوس من بعد ما انصفقت قبل شوي او نعضيت قبل شوي، والغريب انه ما خلاني اخذ الليت زي هذا. اي جالسين يدورون على المفتاح، مفتاح ايش يا اخي؟ طاهر اسمه، ساحضر الزعيم. وولت الزعيم. وين المفتاح؟ دمره. ما بدنا نشوف. خلنا نساعده قبل لا يجي البوس هذا. وينهم؟ ما اشوفهم. كم منهم؟ اثنين بس؟ ما نجلدهم اذا اثنين. اوكي قلب ستوري مود. جالسين يجلدون فيه والله. شكلهم اثنين كانوا، واحد راح يجيب البوس وواحد موجود. ايوه. I don't know what you're talking about. يا ريت شرح لي. افتح ايش؟ You couldn't make us let him go, punk. I'd like to see you do that. Bring it. أرني ما لديك. والله معي ماسورة سباكة. أرويك إياها بعد شوي. أوكي يقول لي التصدي إذا ضبطته في وقت مثالي راح يترنح العدو ويجعله ضعيفا لفترة مؤقتة. حلو. عجبني صراحة. لازم التايمينج يكون مضبوط يعني. دقيقة خلنا نجيب الماسورة. اوكي لا هذا ما هو بتوقيت مثالي، هذا ما ادري والله هذا توقيت مثالي شكله. ايوه اثنين من ثلاثة. اي أيوة والله مثالي. الحين تعال نحط الماسورة في فمك. ايش رايك الماسورة؟ ها اشوفك على بطنك. لا 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 تبون تشوفون الماسورة بعد انتو؟ اوه راح عليها. تقدم مستوى القتال. نشوف مهارات القتال. يا سلام هنا نبدا نصرف اول سكيل. طبعا ركله قويه. الله هذه عجبتني صراحه. طبعا جابرني اشتريها فما فيها كلام، بس لو اعطتني اياها قبل لا ادخل الفايت هذا عشان نجرب، ويوم تجينا النقاط راح نستكشف اكثر. We have no time. Who was that? There's no time. In my pocket. I left you something. سبحان الله قول لي المفتاح. What is this? A GRE access key. The peacekeepers. They found it. We cannot lose it. You were gonna tell me what happened to my sister. Where's Mia? You will go to Fisheye. There, ask for a girl named Lawan. Give that to her. Lawan. With it and her help. Lawan, خليها. You'll learn. You will learn everything. Okay. Understand? Protect it. If Waltz gets his hands on it, the whole city. That's most. Everyone will gonna die. Walt. Is Walt here? He is. They're coming. You hear that? Renegades. Run. We'll go together. Take this. And let's go. Let's go. There's our lost lamb. And he's not alone. كم دقيقة هذا اللي يحبون الماسورة. أعطاني منجل خشن. أوكي هنا يقول لي إذا كان مترنح اضغط على النط
وراح تنطم فوقه وراح تسبب ركلة قوية من وضع القفز على عدو آخر أمامك. أوكي، من عدو إلى عدو ثاني يعني. هذه أساسيات قتال الباركور، ولاحقا ستتعلم المزيد من المهارات. يلا تعال تعال جرب. حلو والله، رهيب. حبيب، يلا يا قلبي يلا. الله أكبر، طيرت الخوذة. يلا نسويها مرة بعد، نسويها مرة بعد، نطور الخوذة. قال يا سلام. Let's get the fuck out. Tahir, are you there? Do you have my key? It's Walt. We have to run. But I'm looking for him. You idiot. He'll kill you if he finds you. Dylan. ايه هذا وولز اللي جايين عشانه اصلا. Get to the vent. يعني الحين اللي فهمته ان وولز يبغى يشل مفتاح من هذا اللي هو عشان يقتل الكل، ولكن وولز نفسه احنا جايين نقابله عشانه يعرف معلومات عن اختي اللي هي قبل 15 سنه ما شفناها. This way. You first. What are you doing? تضحيه. Can't get the GRE key. Remember. What? Let me out. Fish eye. The one. Go. يذكرني بالاسم. Hi. اوكي بيعرفونا على وولت. تايمين كان رهيب. Let him go. جالس يجلده. Why did you betray me? This key is not yours. You can't. Where is it? هذا هو. خذوه خذوه، طلع من جيبك. In here. Okay. يعني قطعوا ما صيري. This is the end. I'm sorry. Getting misty. على أساس الحين ما يشوفني. Not really. You're only dying. Before zero hour, my grandfather raised horses. Beautiful rare breeds. طيب ايش دخلني انا؟ I love them dearly. Okay. One day his most beloved horse fell off the slope and broke his leg. ايوه. I thought grandpa would help him. راح قتله. But he just pulled out his pistol and put it in my hand. عشان ما يتعذب. He told me, you're doing it for him. صحيح. Then he pressed my finger on the trigger. I screamed. I wanted my grandfather to die. But years later I realized what must be done. We have to do it. Must be done. You leave me no choice, my friend. طلع مصيره كلها. واضح يعني، واضح. جاتني الفلسعة وفضحتني فضحتني. نحشة نحشة ولا نحشة، خوفك يطلع زومبي هنا في وسط النحشة. ايوه بسرعة بسرعة بسرعة، في وقت لازم نوصل قبل لا ينتهي النفس. اوكي يمدينا نتنفس. اذهب الى فيليدور، لازم نقابل الالوان هذه. ظاهرنا عالمة هذه، كل شوي بتجينا الفلسعة هذه الزرقة. خربيت هذا، عضة واحدة بس اعطاني. بدأ يتحول هذا، بدأ يتحول. يا أخي الغريب اللي ما فهمته أن اللقطة اللي جابوها كان في يده زي العضة، هو وأخته يمكن مع بعض في اللقطة هم صغار، فما أدري هل نعضه من قبل ولا لا.
وين طلعنا الحين؟ وش السالفة يا رجل؟ مو بقد يمشي. Who the fuck is this? He doesn't have a biomarker. What? He's fucking turning. Kill him, quick! No, hang him. Let's watch the fucker die. Shit! وش طيحني بينهم هذا؟ يا عيال الذين لا. على حظي طلعت في وسط المجانين هذا. لا لا والله لا سلامات اللي يموت كذا. جات الفزعة. Here comes. He's about to turn. What's his problem? Thought it was a sleazy fit. He's an outsider. He must be killed. He's with me. You got that? Careful. Didn't I tell you not to go anywhere without me, eh? Didn't I fucking tell you? من انت؟ Fuck are you? Who the fuck are you? Not now. بس كفو والله. يعرفني يعني يعزز لي ولا يكسب فيني الأجر. Who the fuck is it? هاكون اسمه. حول خرب بيتها. نطتني واحد رجعتني إلى السرير. جاني achievement first shot. بعد الجلدة اللي جتني كويس والله. واحد يبغى يساعدك. He's moving. Hack on. Kill him, hack on. Kill him before I do it for you. Whoa, whoa, whoa. Relax. Breathe. الله عليك. Seems he hasn't turned. أموري طيبة والله وخير. Hack on. I don't want that here. That? You've come back to us. I am human. Blink if you understand. Fuck my head. You were on the verge of turning, but UV light and inhibitors pulled you back. The bat helped too, of course. العصا بعد ساعد. Alive. Let's keep it that way. Guy almost kills us all, and you're chatting him up. Girls, relax. Relax, yeah. You almost destroyed their workshop. We need to move out. Can you walk? هذا كله عشان وقتي. I don't understand. Where are we going? To a safe place. I gotta get to the fish eye. The fish eye. Without the biomarker, you won't get near it. Okay. المدينة هذا كله عشان السوار. Biomarker monitors the disease's progression in the dark. That's your ticket into the city. Without it, stepping out of the light is sort of a lottery. Okay. You don't know when you'll turn. نفس نظام التطبيق اللي عنده في الجوالة. And I know where to find one. اللي ما تقدر تدخل مول بدونه. بس هذا راح حاطين سوار عندهم. He's turning again. Relax. Everything's under control. It'll be fine. Hey, you're weak. Take a minute. Okay, ما يقدر يوقف حتى. Seriously, what next? Maybe we should draw him a bath. ليش لا؟ Sounds pretty cozy to me, ladies. Maybe next time. Get banned, hack on. She adores me. والله انه ذيبان يا اخي. Why are you helping me? الله لا يحطني في يد واحدة منها. Let's get to know each other and find out. You go first. Where'd you get all those? هو شاف شيء فيني عشان كذا. أيوة. ساعده. You're careful. Good. You live longer. عرف إنه رحال. You a real pilgrim? Or did you steal that badge? شوف. I was a pilgrim. أنا كنت رحال. اللعبة كلها تتكلم عن الرحال. Now to dusk. I'm serious, Hakon. He's not staying the night here. Here, your weapon and your radio. أيوة سلاح جديد. Not even a pilgrim could get by without that. Come on. نمو طيبة والله يعني شيء جميل صراحة.
انا كنت خايف ان نحلل سلاح واحد وش في سحب علي وش قال خلاني عند النشبات هذا It's a nice place. Don't get comfortable. We don't need another roommate, especially one that could rob us while sleeping. Not every pilgrim is a criminal, you know. Uh-huh. You have a nice workshop here. Assembling UV lamps, huh? Yeah. You shouldn't be here. Hakon's risking our asses. Okay. لأن فيه ال Hakon's completely out of his الطفرة. فممكن يتحول عليهم في أي لحظة. طيب ليه سكرت الباب في وجهي؟ طيب ما شاء الله تبارك الله. Not bad. Where's the fish eye? The canteen is there, in the center, past the chemical dumps. Okay. But I need to get there. Too bad. Only way to go is through the tunnel. They protected like a portal to the fucking Valhalla. Near impossible to get through. What? وش علمك تناظر؟ اوكي كيف اصل؟ يباني اسأله كيف اصل النفق؟ يمكنك مساعدتي في الوصول؟ Well, can you help me? You seem to be familiar with the city. صحيح. I've lived in this city since before the world got fucked up. الحين بيجلس يهايض على راسي. I could help you, but you need a biomarker. You won't get far without it. عطنا اي سوارة طيب. Where are you from? Pretty far, I guess. About 2,000 kilometers. Oh shit! How the heck did you not get infected? 2000 kilo, تخيل. That's easy. Didn't let him bite me. Here is different. Here we're all infected. Heard of Haran? They isolated Villador too. They built walls. They locked us in. Turned out to be the thing that saved us. And how do you get a biomarker? You can't get them, unless you know the right people, and okay. I do. حلو. Let's go. واسطة يا حبيبي. I'm Hakon. I'm Aiden. Nice to meet you, Aiden. Welcome to paradise. والله أنا بارادايس من جد، حتى أنها مع زومبي والخراب اللي صاير فيها لكني أشوفها بارادايس. وين رحت يا؟ أوكي. Over here. جايك جايك. كنا كان يأشر هناك الأنفاق ومدري إيش بنروح، ولا أول شيء بنروح بنجيب السوارة بعدين بنروح إلى النفق اللي هو الطريق الوحيد. أوكي أسرير أسرير. You do know the moves. I was in the military. Special unit? For 7 years. I even liked it, except when I didn't. For insubordination, got blacklisted and they zeroed my bank account. Ended up driving a cab. Ouch. How the mighty have fallen. حلو يا اخي وظيفة التاكسي ليش اوتش؟ At least I got to know my way around the city. اوكي رجعنا للباركور. باقي محاكي التاكسي يا اخوان ما جربنا. هل في لعبة محاكي تاكسي؟ نفذت قوة تحمل لديك انت. Without an inhibitor you won't last. هذا الانهبيتر اللي لازم ندور. Last time you gave it to me. صح باقي موضوع الفلوس اشوف وش نستخدم فيه الفلوس اللي معي. من كل زومبي اقتله تقريبا كنت اخذ 3-4 دولار شيء كذا، بس ما اعرف والله استخداماته. كان في حبل كان هنا. ايوه اشتغلت النغمة الرهيبة. افا ايش فينا يا حبي؟ يلا جايك جايك. ستوب. حلو والله. The peacekeepers. They treat people like that too. طيب ليه متخبين احنا منهم اذا يساعدون الناس؟ They guard the tunnel you want to go through. اوكي عشان ما عندي سوارة. I'll proceed with caution. سأحذر منهم. Though it might not help. The PK are a pain. Seriously riling up the bazaar folks. The bazaar is a box of dynamite one spark away from blowing up. Hey, are we going?
You wanted to show me something? Sure. Follow me. نسى نفسه أخونا في الله. السلام عليكم. ها وين الدرب؟ يمين يسار؟ ضيع. لا وش طيحني عندهم انا يا اخي؟ شوف وقفت ما تزيد بسرعه اطلع تكفى. يوه جا الليل الحين. اوكي في شيء يزيد بلس 10 تطور شخصيتي. المشكله بعد العضه الظاهر صار ما يتحمل. وين الجست هذا؟ In return we'll get your biomarker. Fuck. شلو. Thieves. Wait. No 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 leave it. Mess up that lock and everything's fucked anyway. Enough for a biomarker? Where'd you get that? I've been all over this city more than most, but even I haven't seen working GRE equipment for years. اوكي من الافضل الا تعرف. ما لها داعي صراحه ساعدنا نقول له من الافضل الا تعرف. خلنا ناخذنا معلومات. Much, but a former GRE scientist Dylan gave it to me. A guy named Waltz killed him. And before he died, Dylan gave me the key to keep it from Waltz. Contains important information apparently. I hope to find out more at the fish eye. Okay. We'll have to see, won't we? وش في له فتح عيونه كذا؟ Fuck me, we took too long. Plan B, run like hell. سالفة. لا مش وقته والله مش وقته والله مش وقته. باي طيح. Aiden, there. I'm okay. Okay, I think. We need to find the UV lamp. The bazaar. We can make it. Follow me, quick. وين اوكي انه هو الحمايه الوحيده الاكيده من المصابين اذا حاول العثور عليها عندما تكون مطارد. شوف يقول لي اقرب مكان هناك. اركب. كل مكان مو بعيد. Can you hear that? يا ساتر. حلو والله مرتبين المدينة كلها بالحبال وبال... يا طيب علامة الأمان هنا ما حد يقدر يجيك. ما تقدر ما تقدر ما تقدر صح؟ ايوه شوف سوى كذا. هلو stand in the light. Hakon come on open up now. Hakon a howler's coming. Biomarkers. There's no time. We've got the howler on our asses. Biomarkers. Didn't you hear? Behind us. I said biomarkers. Here. And his? He's with me. I have to see his biomarker. Let us just inside the door at least. I need to see his biomarker. How about some electronics, huh? Fucker. ما فادت الحركة. ما فادت. Open up. لا 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 سواه فين الوسخ. بيس اوف ذا طفى الليت كلنا خلاص. ملعون هذا ملعون 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 هذا ينادي اخوياه. مستوى واحد من اربعه. يا إله إلا الله. ناظر ورا ليه ما يحتاج اسمعهم. Fast
المشكلة ان مفعول العضة الحين يأثر فيه. ما تنظر ورا قال لك. ما ادري وين نقص بس يلا. وين؟ وين بسرعة؟ بسرعة افتح ارحم والدك. كيليان، it's me. Open up. Your friends here, huh? Kilian, keep them busy. Keep them busy. وين ال كيليان؟ Fuck كيليان، come on. كيليان. قاهرني قلت أنا باخذ البنفسجي هذا في أول مسجد. وصلوا الجماعة، وصلوا الجماعة. أنت وكيليان. استوب ذا ما شاء الله. استوب استوب مين وخلي مين. لا يا الله. ولا متى بتم يدق الباب بهلال؟ حلو والله انا بدق الباب وانت روح ضارب بعدين انتهت المطارد الحمد لله. Help me. الله ضارب. انتهت المطارد يا جماعة. شيت. أخيرا صحى من النوم خوية داخل غرفة الظاهر. God damn it, Kilian. Should have waited a while longer. Almost did. Didn't want to clean your guts off my doorstep in the morning. They've left, so can you. Oh, come on. Stop being such a bastard already. Look at this. شعب ما يفتح إلا فيه شيء مقابل يا حبيبي. Where did you... That's rare. Invite us in, or it'll get even more rare. فتح لك الباب خلاص دفه وادخل يا ابوي. ما في سواره بيده. لا ما قال. ادخلنا اولا. If you let us in, you'll find out. Shallow breathing, dilated pupils, sweating like a pig. You're about to turn, and you came here. Don't even need to look at your biomarker. Hey, you see so much, then why not do something about it, huh? Besides, I don't even have a biomarker. Used to help people, Kilian. تخيلته هو ورا الباب يتسمع. Haven't been here long, have you? ولا يراقبنا كذا قبل الحين. How did you get into town? I'll tell you everything. Just let us in. I waited for a pilgrim once. He was supposed to. Ah, forget it. Doesn't matter anymore. What are you up to, Hakon, huh? I gave him an inhibitor. He survived. Are you mad? He needs a biomarker. Don't have one. Bullshit. Seriously. Motherfucker. Motherfucker. طيب من وين؟ وش الحل؟ The hospital, then. I was hoping to avoid it. Always looking for an easy way, huh, Hakon? I just need a UV lamp. I'll come back for you. Hold tight. Hakon, why are you helping him, huh? Remember when we used to help people? Me? Sure. But I doubt you do. Stay here and rest by the lamp. Don't listen to that dumbass. سوارة فنانة. Idiot. We used to help people, remember? Sure, I remember, you moron. يطقطق عليه. الله أكبر هذا سيت اب يا إخوان. اللي يسألني على السيت اب هذا سيت اب ما حد سألني أصلا. يلا ما عليه. العوض في الجنة. بكرة بيجوني الناس يسألون صور صور. زين السيت اب بعد. انتظر حتى الصباح أو استخدمه وخلصت الليلة معنا. خلصت الليلة معنا هذا مدري وين راح. والسوارة ما حصلناها عند الأخ الفاضل هذا. ويطبخ لنا العشاء. فهذه هي نهاية الحلقة يا إخوان. أشكركم على المشاهدة. أتمنى أنها نالت على إعجابكم ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. لا تنسون اللايك والكومنت والشير. أشوفكم على خير. السلام عليكم.